طيب بسم الله الرحمن الرحيم. In this session, I'll speak about the general procedures for solving Poisson and Laplace equation. لو to be more specific, رح نحكي عن the boundary value problem solving. تمام؟ طبعا هاي session is extremely important لأنه نشرح فيها إيش the steps أو the procedures اللي تتبع لحل the boundary value problems. تمام؟ To solve the boundary value problems. هون أنا بدي أحكي لك معني. The following general procedure may be taken in solving a given boundary value problem involving Poisson or Laplace equation. إذا basically أنا راح أحكي عن the boundary value problem. The boundary value problem. تمام. That involves basically اللي involves ال Poisson and Laplace equations. تمام. هلا هون بدنا نمشي ب procedures. بدي احاول اعملها زي flow chart يبين step by step يعني what should be done. تمام. in each step. هل عادة الـ boundary value problems أول إشي لما تقرأ الـ problem أو الـ example أو المشكلة اللي بدنا اللي هي عبارة عن boundary value problem تمام لازم تعرف الـ first step فيها وهي the most important step فيها اللي هي بشكل عام we need to solve Poisson or Laplace equation. هذا أول إشي لازم نعمله. إذا number one بدي احاول اعمل لك اياها بهذا الشكل بفلو تشارت معين حتى انه تترتب الامور. اذا نمبر 1 هون اوكي بالنسبه لنا نمبر 1 اللي هو وي نيد تو سولف ال بواسان او لابلاس ايكويشن اللي هي فعليا ايش هي لابلاس ايكويشن اللي هو لابليسيان ال v بيساوي لي 0. هذا الحكي متى بحله؟ لما تكون عندي رو v بتساوي 0 or تمام or solve we solve Poisson equation اللي هي تنص على انه اللابليسيان ال v عبارة عن minus الرو v على سيجما. إذا لما تكون عندي الرو v doesn't equal to zero. لما يكون عندي الرو v doesn't equal to zero إذا I need to solve إيش؟ I need to solve ال Poisson equation زي ما إحنا متعودين. أوكي؟ إذا هاي أول step ممكن نحلها. تمام؟ هلا هذا solving هاي الإيكويشن بيعتمد إما يكون في عندي إشي اسمه direct integration. لما تكون عندي v is a function of only one variable. لما يكون عندي function of only one variable تمام راح اشوف هلا بالاكزامبل راح توضح كل هاي الامور. بعمل simply double integrals. بعمل integration الاول بصير عندي عبارة عن لانه اللابليسيان مثلا اللي عبارة لو خدت مثلا كانت عندي v function of the x واللابليسيان applicable بدي اخذ فقط اللابليسيان بالكارتيزي كوردينيت along ال x let's say في ال x portion فبدي اخذ السكند ديريفيتيف ل v with respect to x square. فعشان اطلع ال v بتعمل انتجرال الاول بصير عندي dv على dx بتعمل كمان انتجرال بتطلع عندي اللي عباره عن ال v considering the concept of integration. فهي نقطه مهمه جدا. فاذا هذا الانتجريشن بدك تدير بالك انه ممكن يكون عباره عن direct integration وهذا الحكي متى بيكون عندي when v is a function of one variable. لما تكون عندي ال v اللي عبارة عن function of one variable تمام أو راح تكون عندي اللي عبارة عن طريقة تانية اللي عبارة عن separation of variables بسموها اللي هو separation طريقة separation of variables تمام تعمل عملية separation of the variables تمام when v is expressed in terms of unknown integration when v is a function of more than one variable. يعني لما يكون عندي ال v اللي عبارة عن function of more than one variable تمام. إذن هذا
الفكرة في الموضوع. إذا دبل دايركت انتجرالز، طبعا هنا بدك تدير بالك احنا عم نحكي عن to be more specific راح نعمل دبل انتجرالز هون، اوكي؟ يعني انتجرال الأول بعدين الانتجرال الثاني، تمام؟ بهذا المنطق. إذا لما أحل لابلاس ايكويشن بدك تدير بالك على إنه السوليوشن اللي بيطلع عندي الأوتكم اللي بتطلع عندي هون عبارة عن not unique. فاحنا هذا مش عم the solution at this point is not unique. هون السوليوشن اللي انا بيطلع معي solution والسوليوشن is not unique. تمام؟ but is expressed in terms of unknown integration constants. لما انا اعمل integral هون for example راح يطلع معي constant of integration a b c، عند كل ما تعمل integration بيطلع عندي constant of integration. تمام؟ إذا فهي النقطة هي عبارة عن النقطة الأولى أو step number one in solving the boundary value problem. إذا you solve the Laplace equation اللي عبارة عن Laplacian of v equals to zero لما تكون عندي rho v بتساوي zero، و أو بتحل ال Poisson equation اللي هو Laplacian of v equal اللي عبارة عن minus rho v على epsilon لما تكون rho v doesn't equal to zero. حل هذا الانتجريشن بيعتمد على number of variables. إذا كان عندي الفي بشكل عام عبارة عن function of only one variable function of x أو function of y أو function of z في الكارتيزين coordinate system، ممكن نحكي في cylindrical coordinate system function of rho أو function of phi or function of z في cylindrical coordinate أو بالspherical coordinate system function of r أو function of theta أو function of phi، not combination of any of them، وبالتالي هنا بتستخدم الدبل انتجرلز. تمام؟ أما إذا كان عندي ال v function of more than one variable x مع y، y مع z، x مع y مع z، بدك تستخدم طريقة separation of variables. تمام؟ هلا الناتج اللي رح يطلع عندي من هون في النهاية رح تحصل أنت على v equals something بعض الـ variables وفيها constant of integrations. هدول الـ constants لسه أنا مش عارف قيمتهم، عشان هيك هذا solution is not a unique solution. تمام؟ هو is not a unique solution. تمام؟ وبالتالي in order to make it unique solution بدي أنتقل لـ step number 2. step number 2 هون تحكي لي ما يعني step number 2 اللي عبارة عن we need to اللي عبارة عن apply the boundary conditions. بدنا نعمل applying تمام للباوندري كونديشنز. تمام؟ فهنا باجي بعمل ستيب نمبر 2، بعمل شيء اسمه ابلاي اللي هو ستيب نمبر 2 ابلاي الباوندري كونديشنز. إذن apply the boundary conditions. بتروح بتطبق the boundary conditions اللي given في the problem تاعتك حتى in order to reach or to get a unique solution. إذن الهدف apply the boundary conditions. ليش؟ شو الهدف من الموضوع؟ إذن to determine a unique solution of the to determine a unique solution لمين؟ of الفي حتى تحصل على unique solution لهاي الفي. تمام؟ هاي نقطة مهمة جدا. imposing the given boundary conditions تمام makes the solution unique. تمام؟ هاي نقطة مهمة جدا. لما أنا to impose لما أعمل imposing لهال boundary conditions اللي أعطيت في السؤال، إذا أنا في هاي الحالة راح يكون عندي في هاي اللحظة solution is unique. إذا هنا solution will become unique. تمام؟ في هاي الحالة. تمام؟ إذن هذا step number 2. إذن at that particular step رح تكون عندي هون specifically رح يكون عبارة عن v عبارة عن for example function of let's say one variable و there are no constants of integration. Of integration. ما كان عندي في هاي الحالة constant of integration. طيب. هلا having found هالv، بما إنه صارت معاي الv موجودة، I can simply find ال
E اللي هي electric field intensity من ال electric potential. لو عم بقول لك okay how can I do this, simply بقول لك we can do this. أول شيء هون بدنا نروح على solution الثاني اللي هي ال step رقم 3. تمام, step number 3 هون. تمام, step number 3. إذن بشكل عام having obtained V we can find the E. تمام, إذن find الE بشكل عام, we can find الE from إنه والله الE هي simply minus gradient الV. لما أنت يكون معك الV موجودة لو عملت الgradient وضربت في minus 1 فإنك حصلت في هاي الحالة على E. هلأ إيجادك للE بإمكانك بساعدني بشغلتين حسب وضع البروبلم. أول شيء we can find D, والD بالنسبة لك عبارة عن epsilon E. ما بقدر اطلع الدي, وبالتالي اذا طلعت الدي ممكن اطلع الكيو, صح ولا لا؟ اذا طلعت الدي بقدر اطلع الكيو, وبالتالي هون ultimately I can find the Q. تمام, والحل الثاني انه I can find الجي اللي هي ايش تساوي سيجما اي. تمام, وفايندينج الجي راح انتجريشن للجي دي اس راح يعطيني الكرنت اي. اذا هون بدي اذكرك هون simply هون بدك تعمل انتجريشن اوف الدي دوت دي اس through closed surface اللي هو net outward flux of D, أو هون بالنسبة لإلك اللي عبارة net outward flux of J. تمام, حتى تحصل على الـI. إذن هاي نقاط لازم ننبه عليها. أوكي, إذن we find the electric field intensity from the minus gradient of V, و finding E بساعدني to find the electric flux density أو the current density. تمام, إذن D هون بذكرك على إنه D اللي عبارة عن الإلكتريك فلكس دينسيتي, والجي اللي عبارة عن كارنت دينسيتي. الجي بالنسبة لك عبارة عن كارنت دينسيتي. تمام, طيب ممتاز جدا. هلا بعد after we found الD أو الJ أو الE في هاي الحالة خلينا نشوف إيش بيكون مطلوب من السؤال. فبعض الأحيان مثلا راح نستخدم راح نشوف الـ boundary value problems راح استخدمها to evaluate or to derive the capacitance. تمام, of parallel plate capacitor, of cylindrical capacitor, of spherical capacitor. وبعض الأحيان ممكن نستخدمها to find the resistance of certain conductor. وبالتالي بيجيك هنا في هاي الحالة إذن step number 4. step number 4 هون boundary value problem تحكي ما يعني. هلا خلينا نشوف بحكي لك ما يعني. انت بالنسبة لإلك if required, تمام, we can find the charge لQ induced on a conductor. تمام, we can find the charge, والcharge كلها عارفين اللي عبارة عن Q اللي عبارة عن integration of rho s dot ds, وين عارفين على انه rho s اللي عبارة عن d, وهلا حكيناها. وبالتالي هنا بدي ارتب لك هون على شغلتين. هلا بالنسبة لإلك إذا كان المطلوب مني وعبارة عن, خليني بس استخدم هاي, سوري, إذا كان مطلوب مني للتشارج بدي أعمل لك إياها, وفي another one إذا كان مطلوب مني عبارة عن إيش, اوكي هاي اوكي هاي هون يعني هذا بدي اقول لك اياه بحيث انه في عندي نقطه مفصليه اف ريكوايرد. هلا بدنا نشوف ما يعني. فاذا كان فور اكزامبل مطلوب مني للتشارج, تمام, وبالتالي فايند وي كان فايند نمبر 4 نمبر 4 find the charge Q. تمام, هلا اللي حكيت لك عنها هون بحيث انه charge Q هي عبارة عن integration ل rho s ds, صح, rho s ds, وتساوي لي في نفس الوقت عبارة عن integration ل d dot ds, وتساوي لي عبارة عن integration ل normal vector dn ds. تمام, هذا عبارة عن فيكتور, دير بالك هذا النورمال فيكتور له هي عبارة عن راح تعطيني الرؤس, صح, مش هيك احنا استقلناها. وبالتالي في هاي الحالة ممكن اطلع على الكيو. بعد ما انت تطلع الكيو,
تمام. بعد ما انت طلع كيو بهاي الطريقه انه والله الدي اللي عباره عن الرو تمام، اي كان فايند سمبلي بعدين راح نشوف هلا الكاباسيتنس. الطريقه الاوبشن اللي بعده انه انا بشكل عام اللي هو وي كان فايند هاي رقم نمبر 4 اللي عباره عن فايند بعد ما طلع الكيو. ممكن واحد يجي يطلع ايش بعد ما طلع احنا الكيو، ممكن واحد يحسب ويطلع اللي عباره عن الاي فايند الاي، والاي زي ما كلياتنا عارفين عباره عن انتجريشن للجي دوت دي اس تمام، هي عباره عن الجي دوت دي اس بشكل عام عباره عن فيكتور هذا فيكتور تمام. فبعتمد اذا الكيس هون اللي بدي احكي لك اياه هاي بيسكلي عاده راح استخدمها لما اني هون بدي احسب الريزيستنس، هون هاي بستخدمها لما بدي احسب الكاباسيتنس هذا الستيب تمام. فهي نقطه لازم نركز عليها. طيب ممتاز، اذا وي هاف فاوند كيو اف ريكوايرد او فايند ار، ولكن في الحالتين لا جيب اي من هاي الحلين راح تحصل في النهاية على إيش؟ راح تجيب هذا الحكي راح يوصلني إلى step number 5 in each one of them. For example here هذا الستيب لما أنت طلع لQ I can simply find the capacitance. لو واحد بقول لك كيف بدك تجيب capacitance بقول لك بسيطة هيا find the capacitance find C وراح نحكي عنها separate session. Find C. C بالنسبة لك عبارة عن Q over ال V صح؟ لQ اللي عبارة عن integration of what of D dot DS على ال V اللي هو integration of ال E dot DL صح؟ صح ولا لا؟ مش هيك أنا بهاي الطريقة أنت بتجيب C عبارة عن Q over V اللي عبارة عن نشوف ال quotient of the charge per ال voltage applied. فهي عبارة عن Q طلعناها هون طلعناه من هون وهي عوضته هون والفي بطلع عن طريق الاي دي ال هون رقم هون بعد هون باجي هون باجي بحكي لك في الريزيستنس اي كان فايند ذا ريزيستنس هير تمام ها فايند ذا ريزيستنس اي بحط لك اياه هون اللي تبت تو ذا رايت اذا هون باجي بحكي فايند resistance R. هلا resistance R شو بتساوي؟ عبارة عن V على I. ال V راح نشوف عبارة عن integral لل E dot DL وال I عبارة عن integration لل J dot DS تمام؟ ال J dot DS. إذا لاحظ إذا flow chart of finding أو solving the boundary value problem that involves Poisson or Laplace's equation or Laplace's equation. إنه number one we solve هاي Laplace أو Poisson equation تمام. نتيجة الناتج راح يطلع عندي عبارة عن an unique solution لل V، وبالتالي في step number two we apply the boundary conditions تمام، وبالتالي I will get a unique solution لل I will get a unique solution لل V. Having obtained the V we can find the E. Having obtained the V, we can find the E simply by getting the minus gradient of V. هلا في عندي حالتين، إما إني أطلع الـ Q إذا كان بدي capacitance، وبالتالي بتحرك بهذا السايد بجيب الـ Q ومن الـ Q بجيب الـ C، تمام؟ والحالة الثانية اللي عبارة عن بجيب الـ I ومن founding الـ I بجيب أنت بعدين، تمام؟ إذا هذا بشكل عام إذا general procedure أو general steps that we need to follow. تمام. Solving Laplace's or Poisson equation as a step one is not always as complicated as it may be seen. مش دائما معقدة، راح نشوف هلا في later sessions على إنه الموضوع كتير simple. In some cases the solution may be obtained by mere inspection of problem. يعني بس نظرة سريعة ممكن إنك تعرف كيف how to find the solution. كيف تجيب الـ ununique بعدين unique solution by applying the boundary conditions. Also, a solution may be checked by going backward and finding out if it satisfies both Laplace and Poisson equation and the prescribed boundary conditions. يعني أنت بعد ممكن بعد هاي الستيب ترجع تعمل double check again وتتأكد على إنه
هذا بحقق لبواسان أو اللي عبارة عن بواسان أو لابلاسس إكويشن. تمام، إذا هذا بشكل عام يعني هو عبارة عن الجنرال بروسيجر أو الستبس ذات شود بي فولود in order to solve any boundary value problem that involves Laplace or Poisson equation. يعطيكم العافية.